في التقرير الخاص، استراتيجية الحد من مخاطر استخدام المخدرات يعتمدها مركز تابع لجمعية العناية الصحية. كيف يتفاعل معها المدمنون؟ شهادات حية في تقرير جوال أزيلي. المخدرات بتعرض حياة المدمن للخطر، والمشاركة بالإبر بتخليه يلتقط عدوى السيدة والتهاب الكبد الوبائي. مركز إسكالا لاستقبال النهاري التابع لجمعية العناية الصحية فتح أبوابه من سنة بسن الفيل، وبيعتمد استراتيجية الحد من مخاطر استخدام المخدرات، أي الجرعة الزائدة والأمراض اللي بتنتقل عبر الإبر. بهالمركز اللي بيوفر خدمات صحية ومعالجة اجتماعية ونفسية بالإضافة لاستشارات قضائية، بيقضي المدمن أو المدمن السابق وقت سليم خلال النهار وبيشعر كأنه ببيته التاني. بالمرحلة الأولى هناك توعية حول مخاطر الجرعة الزائدة وضرورة استخدام الإبر بطريقة سليمة، ومن بعدها بيقدر المدمن يختار العلاج الأنسب له. من خلال إعطائه هالحقن هالإبر لهالشخص عم ببلش يقول أنا قادر فكر بالموضوع، وعم بيجي ساعتها يطلب الخدمة من المركز أو حتى من المجموعات اللي بيشتغلوا بالشارع. هو صار قادر يشتغل على حاله من عدة أصعدة من دون شروط كتيرة وتعجيزية، وصار يعرف يعيش بطريقة صحية أكتر حتى لو كان بعده عم بيتعاطى. وصلنا بال2009 ل1700 شخص بالمركز الجمعي الأساسي، مش هذا المركز المتخصص. كنا بالسنة يجي عنا 30-35 شخص، هالسنة فز العدد عن 320 شخص تقريبا. هذه المشكلة ما بتعرف لا كبير ولا صغير، لا مسقف لا جاهل، لا غني لا فقير. العالم تخفف شوية استيغما ونسلم جدل انه هذا مرض لازم كلنا نتعاطف معه ونوقف معه. المدمنين اللي التقينا فيهم حكيوا عن تجربتهم. صار يتبعوني لحتى اللي قدرت وقفت، وقفت على الجري بتحمم بحلو يعني اشياء ما بشوفها ابدا، يعني بكون مدمن انا. ما بقول لك انه وقفت نهائيا بعدني، بس كثير خففت. بحس اشخاص واقفين حدي، يعني المجتمع كثير بتعرفي، المجتمع كثير صاير. حتى انا بعرف ناس بكونوا موقفين، بس لانه بضل المجتمع برا حاطط راسه براسهم بيرجعوا للتعاطي. بحب انه من كل انسان او كل المجتمع انه تغير النظره بالشخص اللي كان عم يتعاطى ووقف على اجريه، يساعدوه انه يضل يوقف على اجريه، مش انه يحطموه، لانه اكيد هو كان محطم. عم بشوف كثير شباب او صبايا بعمر ب 12 سنه بيتعاطوا. المدمن بدك تفتشي ليه عم يتعاطى. كل واحد مدمن في وراء قصة بحياته بتوديه للإدمان. لازم الدولة شوية تساعدنا من المستشفيات. يعني إشارة إلى أن علاج البدائل الأفيونية أقرته وزارة الصحة، ورح يتوافر قريبا بمستشفى رفيق الحريري الحكومي.